اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين طبعا لقائنا مع فريق الجمباز رجال بالنادي الاهلي واللي فاز منذ ايام ببطوله الجمهوريه. في الحقيقه منافسه شرسه، يمكن كان الجمباز السنه اللي فاتت كانت المنافسه مش كده، الفرقه تطورت بشكل كبير، يمكن نادي سبورتنج كان بشكل جيد، المؤسسه العسكريه ايضا ضمت مجموعه من اللاعبين وتطورت ادائها بشكل كبير، ولكن النادي الاهلي استطاع في الجمباز رجال بعد منافسه كبيره ان يفوز ببطوله الجمهوريه. مكملين لقاءاتنا مع نجوم الفريق واحد الخماسي اللي شارك طبعا في نهائيات الجمهوريه، لاعبنا اللاعب الدولي لاعب منتخب مصر عبد الرحمن رضا. اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا بحضرتك، منورنا والف مليون مبروك الاداء وكمان البطوله. منورك. اكيد بنرحب كمان بمروان شراره لاعبنا لاعب منتخب مصر السابق ايضا ولاعب النادي الاهلي واحد النجوم الخمسه اللي شاركوا في هذه البطوله. مروان اهلا بيك. اهلا بحضرتك مروان. خلينا نبتدي معاك، يمكن البطوله كانت صعبه جدا. وطبعا يعني زمايلك في السيجمنت الاولاني او الفقره الاولى اتكلموه عن صعوبها وان هي كانت لاخر جهاز ما كانتش محسومه. دي حقيقه فعلا. انتوا فوجئتوا بالمنافسه دي ولا كان الموضوع ده متوقع قبل المشاركه؟ هو كان الموضوع كده مدروس طبعا من المدربين بتوعنا، المنافسين بتوعنا، يعني حركاتهم ازاي والفرق اللي قدامنا والكلام ده كله. شفتوهم قبل كده فين عشان تدرسوه؟ لا دي بتبقى حاجات المدربين نفسهم، يعني هم بيبقوا ادرى بيها يعني وعاملين دراساتهم يعني على اللعيبه اللي بره والكلام ده كله. وطبعا بيبقى في بوديوم قبل البطوله. يعني الفرق كلها بتشوف بعض. ممتاز. والكلام ده كله وعلى هذا الاساس بقى بيظبطوا لنا الجمل والحركات وكل الكلام ده اللي احنا متمرنين عليها، بينسقوها يعني صح وبيظبطوا كل الكلام ده. يعني قصدي اقول لك انه خارج الاجهزه او خارج البساط انتوا عندكم شغل كتير جدا. طبعا. ان انت ازاي هتنزل تعمل ايه، مش بس نازل انت. طبعا الجهزة. يعني في حاجات تبع المدربين، مثلا لو هيضيفوا حركه مثلا للعيب فينا او مثلا هيشيلوا حركه معينه مثلا او كده، الكلام ده كله بيبقى حسب الدراسه والمنافسين بتوعنا. يعني هم شايفين انت اللعيب اللي هينافسك ايه في الجهاز ده وبيدوا لك حركات وجمل عشان تقدر تتفوق عليه. فالموضوع شغلانه كبيره وقصه كبيره جدا، ان انت بتشتغل على نفسك وبتدرس كمان اللعيبه في الفرقه الثانيه. بالظبط، يعني هو موضوع دراسات اكتر ما هو شقلبه في الهواء يعني وكده. طب انت مروان اكتر جهاز بتفوق فيه بتحب تلعب عليه؟ يعني انا كبحب العب عليه بحب العب على العقله، يعني العقله بحس الموضوع لذيذ يعني. بس رغم العقله جهاز صعب. يعني العقله يمكن انا من وجهه نظري الفرجه يعني العاديه، يعني العقله جهاز صعب، اصعب من الحصان واصعب من الارضي، انا شايف كده. بس بحس ان الجهاز ممتع، يعني الواحد بيطير ويمسك تاني وحاجات كده يعني. طيب نفس الكلام عبد الرحمن، يعني انت كنت متوقع المنافسه دي، شايف ان احنا كان هيحصل ده ولا كنت حاسس ان احنا هنكسب؟ برضو بيبقى ليك احساس كلاعب. هو احنا في الاول طبعا انت ممكن تحس ان انت عشان انت كسبان البطوله بقالك سنتين وكل حاجه، بس برضو زي ما هم قالوا قبل كده ان هم كانت في انديه عملت صفقات وفي انديه طلعت لعيبه صغيره احسن بتتطور، فكان المنافسه متوقعه السنه دي ان هي تبقى اصعب بكتير من اي سنه، واحنا كمان اتطورنا برضو ان احنا مش ثابتين على مستوانا، احنا لازم نتطور عشان نفضل نكسب، عشان تتحافظ على المكسب دي اصعب حاجه. طيب انت قلت كلمه حلوه، عشان نقدر نكسب لازم احافظ واطور نفسي. السنه الجايه المنافسه هتبقى اصعب. السنه الجايه طبعا المنافسه هتبقى اصعب، وهيطلع بقى 2007 كمان اصغر من اللي طلعوا. بالظبط. فانت لازم بقى عشان تفضل برضه توفق بقى ما بين الدراسه والتمرين وكل حاجه، فلازم تفضل تتمرن وتزود تمرينك عشان تفضل تكسب على طول. بتدرس ايه يا عبد الرحمن؟ في هندسه ميكاترونكس. مهندس قد الدنيا، ده حاجه تشرف. مهندس وطبعا كان بيزنس كمان. كان يعني يحيى، يعني قصدي اقول ان انتوا الله اكبر يعني برضو قادرين توفقوا ازاي بالرغم ان الكومباس بامانه لعبه صعبه. ما انت بتبدا بقى تنسق مع المدربين في ان انت بقى هتغيب قد ايه وهتتمرن امتى، ومواعيد تمارين فيها بتبقى ثابته. بس بيبدا طبعا يحصل اختلاف مع الكليه وكده، بس انت بتبدا تظبط، لا انا هاجي بدري شويه همشي متاخر شويه، فبتبدا تنسق الموضوع مع المدربين والدنيا بتمشي يعني الحمد لله. مستمتع بالحياه دي ان انت ناسي كل حاجه والرياضه والمذاكره ومستمتعين بالحياه دي؟ لان انا شايف مروان بيضحك، بس انت مستمتع بالحياه دي؟ ما عندناش حاجه غيرها يا ابني الجمباز. لا مفيش حاجه غيرها، ده موضوع تاني. مفيش حاجه هتبقى متفوق فيها وانت مش حاببها. بس حابب انت حابب ان انت تبقى سيريس طول الوقت، وطول الوقت ما عندكش وقت. ما انت في وقت هتهزر فيه وفي وقت هتلعب وفي وقت كل حاجه، بس انت لما بتعمل اللي عليك قوي في التمرين وفي الدراسه لما تيجي تلعب هتبقى مبسوط، ولما تيجي تخرج هتبقى مبسوط. قلت كلمه حلوه جدا، لما تعمل اللي عليك في الدراسه والتمرين لما تيجي تخرج وتنبسط هتنبسط من قلبك. مروان انت بتدرس ايه؟ انا بدرس بي اي اس. يعني طيب. ده برضه ما هو يعني خلي بالك صعبه برضه. بزنس وكمبيوتر ساينس يعني مع بعض. ايوه هي الفكره ان هو نفس الماساه برضه، انت عايش في نفس الماساه. نوعا ما، بس هو هندسه بصراحه يعني. انا بهزر، بس طبعا حاجه كويسه ان انتوا نفس المطحنه او نفس المفرمه اللي انتوا شغالين فيها، تعليم وتمرين، قادر توفق؟ هو احنا بنحاول على قد ما نقدر، وطبعا اللي بيساعدنا اكتر ناس المدربين اللي هو مثلا يعني بدل مثلا عندنا كابتن عمر رضا ومثلا كابتن عادل مثلا، احنا الفرقه كلها مثلا 10 زي ما هم زي ما يحيى ومحمد مختار قالوا،
فمش كلنا بنعرف نوفق في ميعاد واحد. اثنين لعيبه مواعيدهم تختلف بالظبط، بيجوا لهم مخصوص. اه بيجوا لنا مثلا يعني ساعات مثلا بيجوا لنا 10 الصبح، في ساعات بيجوا لنا 7 بالليل، الكلام ده يعني على مدار اليوم كله شغالين يعني، لان كيكه اهم حاجه التمرين طبعا. فهم يعني بيوفروا لنا الامكانيه اللي انت تيجي تتمرن في اي ميعاد في اليوم يعني، عشان اي حاجه تبقى في صالحك يعني حضرتك. طب قول لي يعني تنظيم الوقت بالنسبه للعيب، خاصة الجمباز بتتمرنوا على الأقل 4 ساعات، صح ولا غلطان؟ تنظيم الوقت للعيب الجمباز حاجة مهمة يعني، حاجة مهمة والله. أنت تنظم وقتك طبعا، أهم حاجة تنظيم الوقت يعني، عشان تعرف توفق ما بين المواعيد بتاعة التمرين بتاعتك وطبعا المحاضرات في الجامعة والمذاكرة والكلام ده. طبعا أي لعيب بيبقى محتاج فترة مثلا يعمل فيها ريكفري ويريح فيها لو مثلا في إصابة، الكلام ده كله، كل ده يعني لازم يعني بيجي ورقة وقلم بقى، تنظيم وقت بقى والجدول بتاعي والكلام ده كله يعني. سعيد بالحياة دي؟ نفس السؤال اللي يعني سألته الحمد لله. مبسوط بيها؟ سعيد ان انت ما عندكش وقت على طول مشغول يعني، اصلا ما قاعد في البيت ما بعملش حاجة يعني. وبعدين الجمباز يعني حاجة مختلفة عن الباقي. طب ليه جمباز؟ يعني خلينا نخرج بره اوت اوف ذا بوكس بقى خالص من الاسئله. ليه جمباز؟ يعني ليه جمباز؟ يعني انت لما بدات الجمباز بداته ليه؟ وخلي بالك الجمباز لعبه محتاجه اجهزه واكويبمنت مساعده وصالات. ليه بدات الجمباز او ليه لعبته؟ الصراحه ولا اقول لك؟ لا قول لي الصراحه. ماشي. كان هم اولاد عمتي ابطال غطس، فكانت عمتي عايزاني ابقى بطل غطس زيهم، فكانت عايزه غطس والجمباز الاثنين بيسموا على بعض داخلين من بعض يعني، فكانت عايزه تلعبني جمباز الاول بعدين وانا عندي 9 سنين تاخدني غطس، بس انا ما بعرفش اعوم صراحه يعني. فانت قلت لهم خلاص انا قاعد لكم هنا. قلت لهم بس احنا نقعد هنا وخلاص بقى. خلينا على الشط. بس ما لناش في الميه بصراحه، لان فعلا الغطس دايما اللي بيتفوق في الجمباز يقلب غطس يبقى حاجه ثانيه. دي حقيقه. نفس الشقلبازات ونفس الدنيا اغلب الحاجات يعني. يعني بتلاقي نفسك بالعكس، ده هو يمكن جمباز في اوقات اصعب من الغطس يعني. الغطس ممكن تبقى عامل جمله. بالظبط. انت في الجمباز او جمله بتاخد 3-4 ثواني لفتره نزولك المايه، انما الجمباز انت ممكن تقعد دقيقه على الجهاز. بالظبط يعني، فالموضوع اصعب بصراحه. طب انت ليه الجمباز برضه يا عبد الرحمن؟ انا في الاول كنت بدات العب جمباز من 3 سنين مثلا، فكان الموضوع في الاول ان انت تظبط جسمك وانت صغير. انت عندك عمر 3 سنين. مش من 3 سنين. ايوه. لا انا عندي لا اوضح عشان الناس تفتكر ان احنا 3 سنين تكفي ان انت تبقى زي البطل. لا طبعا، ده 15 سنه. فانت من عمر 3 سنين بتخش تلعب جمباز. فاحنا كنا في الاول ان انا اظبط جسمي وبعد كده اشوف بقى الرياضه اللي انا هحبها. مين اللي زقك للجمباز؟ مامتي وبابايا. يعني هم انتوا اعضاء جمعيه عموميه في النادي. عشان كده وجهوك للجمباز. كنا نلعب جمباز، وواحده واحده انت بتبدا بقى انت تختار اللعبه اللي انت عايزها. فلا انا عاجبني الجمباز وانا عايز اكمل في الجمباز وبس خلاص. دخلنا صعب وفتح الحوض والولاد بيعيطوا. ماشي. بس بتشوف في الملعب الناس اللي اكبر منك بتعمل حاجات انت مش عارف تعملها وانت صغير، فانت عايز تبقى زيهم. فالموضوع فبتبقى عايز بقى تلعب بقى زيهم وتقعد تتشقلب بقى وكده. وانت صغير كمان بعد التمرين كنا بنقعد نلعب في الصاله ونتشقلب وكده، لحد بقى لما خلاص بقيت انت تشقلب وانت كبير. طيب يعني شايف اهم حاجه للعيب الجمباز ايه؟ ايه الحاجه اللي تفرق لعيب الجمباز او مهمه تبقى في لعيب الجمباز؟ يعني شايفها ممكن في الالعاب التانية مش مهمه بس في الجمباز مهمه، يعني مهم اسمع من لعيبه دوليه الوضع ايه؟ اهم حاجه عندك ان انت تجتهد في التمرين، دي اكتر من اي لعبه عشان هي اكتر لعبه متعبه، وان يبقى عندك اصرار في كل حاجه عشان انت هيجي لك فترات كتير ممكن اللي هو انا تعبت كفايه، عشان هي اصعب لعبه من الالعاب اللي في الجمباز في الدنيا يعني. فان انت تبقى مش قادر تكمل، لا انا هكمل، انا عاجبني، انا عايز اوصل، انا تعبت قد ايه، فانا لازم ادوس على نفسي. واهم حاجه طبعا تنظيم الوقت يعني، لازم انظم وقتي، انا امتى هتمرن، امتى هاكل، امتى هنام، امتى هذاكر، امتى هعمل كل حاجه. فاصرار واجتهاد وتنظيم وقت. مروان رايك ايه؟ والله انا رايي اللي كده كده يعني اللي بيخلي الواحد يكمل جمباز ده من وجهه نظري يعني، اللي حضرتك مثلا لو جبت اي لعب جمباز حطيته في اي رياضه فممكن يعرف يعملها. صحيح. حلو. انما مثلا يعني لو جبت مثلا مش قصدي يعني اي رياضه عامه، لو جبته مثلا قلت له مثلا اقف على ايديه مثلا او اتشقلب مثلا مش هيعرف يعملها. انما اقول للعيب ممكن ما بقاش يلعب كوره يرى. بالظبط. قول له العب اي حاجه باسكت العب. بس فشايف دي حاجه يعني مش اي حد بيعرف يعمل اللي احنا بنعمله. ده حقيقي. شايف دي حاجه مميزه بصراحه اللي الواحد يكمل في رياضه زي دي يعني. ده حقيقي. وزي ما عبد الرحمن قال اللي احنا دلوقتي بقينا احنا الكبار في الملعب، فالصغيرين بقى مثلا بييجوا يتفرجوا علينا، يجوا مثلا تحب الاحساس ده؟ طبعا. يسالوني يعني مثلا انت كبرت بقى اللي انت كنت مكمل. اصل احنا بنسال اللعيبه الاكبر مننا وكده، فاحنا دلوقتي يعني بنحاول نساعد الاصغر مننا قد ما نقدر عشان يبقى احسن مننا كمان يعني. فاحنا بنحاول يعني. مين اكتر حد في العيله يعني بيدعمك وواقف جنبك وواقف وراك؟ وكيكا اخويا يحيى يعني قدوتي يعني كده كده. وطبعا بابايا ومامتي يعني واقفين في ظهرنا على طول يعني، اي حاجه بنحتاجها، اي مصاريف في اي حاجه، البطولات على طول معانا وكده يعني. نفس الكلام عبد الرحمن. مين اكتر حد من عيلتك بيدعمك؟ لا انا مامتي وبابايا واخواتي وكلي طبعا، كل الناس بتساعد في اي حاجه،
وموضوع ان انت توفق ما بين الدراسه وما بين التمرين، العيله بتبقى رقم واحد فيه. الله ينور عليك. ان هم يساعدوك يشوفوا لك هتحجز درس ايه، هتعمل ايه في الكليه. اخدك قدام المدرسه، اخدك قدام بالظبط. كنا بنخلص مدرسه نروح التمرين، نرجع تمرين، نرجع ننام او نذاكر، نذاكر في العربيه. يذاكروا لي طبعا، يشتغلوا لك سواقين، يشتغلوا لك مدرسين والله العظيم، يشتغلوا لك طباخين ومدربين وبيعملوا كل حاجه. انا عايز اقول والله دي حقيقه، بس تنزل تمرن وساعات المدربين بيواجهوك فنيا. يعني النهارده لما بنتكلم ان الاسره هي الخليه التفوق اي رياضي، احنا بنتكلم بامانه. لانه بقول لك تلاقي الوالده مستنياك تاخدك من من المدرسه توديك، ادي سواق اشتغل سواق وعادي جدا. كل حاجه محضره الاكل، محضره الاكل في العربيه، محضره لك لبسك، محضره لك مذاكرتك، ومذاكره المذاكره اللي هتشرحها لك. ترجع تلاقي باباك مجهز لك لبسك وغسله لك وكوه لك عشان عندك ماتش. فالحقيقه يعني الاسره المصريه يعني بامانه في موضوع الرياضه ده او في اي رياضي دي الاساس. انا فاكر طيب كنت نصيحتك انت، انا عجبني في مروان حاجه انه قال ان الاولاد الصغيرين بيجوا يتفرجوا علينا، فانا كنت صغير بتفرج على الكبار. طيب انت لو جالك فرصه وكلمت في مجموعه من اللاعبين وهم سامعينك عبر الشاشه دلوقتي، دي نصيحه تقول ايه؟ ايه النصيحه تديها لاولاد صغيرين في الجمباز في النادي الاهلي؟ اهم حاجه ان انت تشتغل على نفسك وتفضل تتطور طول حياتك. حتى لو انت كسبت اي بطوله طلعت الاول، ما تقولش خلاص انا كده احسن واحد مثلا في سني او احسن واحد في اي حاجه. ما ينفعش بعد ما تبقى احسن واحد خلاص انا هريح او انا مستواي هينزل. لا، انا لازم افضل اتطور عشان مش هتعرف تفضل الاول طول ما انت مش بتتطور. برافو عليك، طول ما انت شغل منتال على فكره. طبعا شغل منتال. برافو عليك. مروان يسقف لك. لا، ما انت هتسال نفس السؤال يا حبيبي. انت مروان بقى، لو انت جالك فرصه اهو ولاعيبه الجمباز في النادي الاهلي مش في مصر كلها بيتفرجوا علينا دلوقتي، ايه النصيحه اللي تديها للاعيب؟ يمكن افكرك عبد الرحمن قال انت لازم منتال تشغل نفسك تتطور، كل يوم بتتطور. ايه النصيحه؟ دي حقيقه فعلا، يعني لازم الواحد يفضل يدوس على نفسه، ما يجيش يوم مثلا يقول فيه انا تعبت، او مثلا يكسل يروح التمرين او كده. لازم على طول تبقى حاطط في دماغك ان انا نازل التمرين اعمل حاجه معينه، عندي تارجت لازم اوصل له. حتى فعلا زي ما هو قال، لو كسبت ما ينفعش اقف مثلا لحد كده، لا لازم ادور على بطولات اصعب وادور على حركات اصعب اعملها وادور على الكلام ده كله. يعني ولكل مجتهد النصيب، يعني لازم الواحد يفضل يجتهد على قد ما يقدر يعني عشان يوصل لاحسن حاجه هو عايزها. يعني انت عارف ان كلامك ده بيطابق، انت بتقوله بطريقتك وبرده كلام عبد الرحمن بيقوله بطريقته. كان عندنا ضيف احد اشهر يعني الدكاتره في مصر او اللايف كوتشز للعيبه، اللي انت بتقوله كان بيقول لي ان انت تنتقل من قمه لقمه. يعني انت النهارده لعبت بطوله جامده، تدور على بطوله اصعب، تعمل حركه جامده، تدور على قمه ثانيه وحركه اصعب. التنقل بين قمه وقمه ده يضمن لك النجاح. الناحيه الثانيه شغل المنتال، ان انت لازم ازاي بتتطور طول الوقت. الكلام اللي انت بتقوله ده انتوا جبتوه من التجربه، من الاكسبيرينس اللي انت عايشها في حياتك. مفيش لايف كوتش جاي لهولك، ولكن انت مع التراين ده انت عرفت. هو الجمباز بيظبط الشخصيه. اصعب يعني لحظه مرت بيك كلاعب ايه؟ اصعب لحظه الاصابه، انك تعمل عمليه او حاجه. دي بتخليك مش عملت قادر. عملية قبل كده؟ انا عملت عمليه في شهر واحد اللي فات. السنه دي عليك الف الف سلامه. عملت ايه؟ عمليه كان عندي قطع في الغضروف في ركبتي. عملت منظار. فموضوع ان انت بتخش تعمل عمليه وان انت بقى تقوم وترجع وتيجي على نفسك وبتشوف بقى الناس بتتطور وانت بقى ثابت، فبتيجي على نفسك وتتمرن وتبقى احسن عشان تيجي تلعب البطوله الجايه. يعني مثلا البطوله اللي معاهم ما كنتش معاهم عشان سبب العمليه دي، فان انت تيجي على نفسك وتعرف تخش الفرقه تاني، ان اللي هم ال10 لعيبه اللي موجودين تخش في الاختبار وتكسب وتبقى عايز تلعب. صعب. بس يعني بس تجربه كويسه. مروان لو هو مكتئب بصراحه، يعني بعد العمليه دي كانت صعبه قوي ان شاء الله النهارده. عمل اللي يقدر عليه. اصعب لحظه مرت بيها، ولكن عندي اصابه في ريستي قعدت 3 سنين، بس هي ما كانتش عمليه او كده. يعني هي كانت اصابه ما كنتش بعرف احط مثلا ريستي على الارض مثلا او كده. ازاي كنت بتمسك العمليه؟ يعني كنت بنحاول نعالج على قد ما نقدر. طب دلوقتي الدنيا ايه؟ لا دلوقتي الحمد لله وبنتشقلب والدنيا. اليمين. الله يسلم حضرتك. ان شاء الله الاصابات دي يعني كابوس ما نشوفوش تاني. بس هو تجربه بتتعلم منها. طبعا صعب كتير قوي. انت انا بشكركم، نورتنا حضرتك. حاجه تفرح بامانه، ربنا يخليكم. احنا لو نقدر نعمل 4-5 حلقات جمباز لان بامانه انتوا حاجه مشرفه. يعني اتصور ان كل اللي شافوه اتعلموا. طبعا مروان شرار بشكرك، نورتنا حضرتك، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. عبد الرحمن رضا، نتمنى لك كل التوفيق اكيد مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي. بشكرك، نورتني. نورك. شكرا. اعزائي المشاهدين، مكملين فاصل وهيخش معانا كابتن عمر رضا المدرب الفريق، هنتكلم معاه عن كل شيء، هنشوف بقى من منظور تاني، منظور الجهاز الفني، وازاي بيقدر يساعد اللاعبين، ولكن بعد الفاصل.